نسب هذم كل جهه ونحاوهم قرار من الوالي البارح برك جات يمكن يجي 100 عون لهنا ومش يكون في العالم اللي الناس كل رأي اللي تخدم هنا الناس عايشه جاوهم ليله العيد هبطوا ليله العيد في تو انت بالله باش تهبط تعلمهم حضرت لهم فضاء حضرت لهم بلاصه وحتى البلاصه اللي حضروا لهم عندها جي عامين ولا قداش التالي ما تخدمهمش صغيره احنا ناس زواوله ناكلوا في الخبز وكراي وربي يعلم بحوالنا وهم يحبوا يقلونا من هنا ما نعرفش باش الله ورسوله اعلم هاك تشوفي نصبين في الشارع معناتها ونجروا على عائل ونجروا على كريه ونجروا على برشا حاجات احنا ناس زواوله اصل تعبي تحت السفر فهمني وهما حابين يحاولوا ما الله اعلم قالوا البطوار ما نعرفش البطوار ما فماش مشينا صورناها البطوار معناتها ما تزش حتى واحده لا ما نتاع بطاطا ما تهزهاش. ما مو ظروف لزيتو مسكين، البطالة لزيتو كان فما خدم زعما هو باش يعمل نصبة، فما خدمة ما خير، ما يعملش نصبة ويمشي يا يخدم خدمة ما خير. ما عادش يعمل أما يعمل نصبة ويلز شوية ويضايق لعبة شوية ولا يسرق. <applause> احنا سكرنا فلسنا حوانت فلست تسكرت أه من الانتصاب الفوضى سكر علينا الباب، حتى كي نجيبوا سلعة ما نجموش نهبطوها، ما عادش تدخل، ما نجموش يدخلوا العباد. والعبيد تعطيه قضية هذا كون ينصب قدام دور من قدام دور ويرجع الناس هذوما تقريبا اغتصبوا شارع كامل وحرموا حتى المتساكنين من انهم يزوروا يدخلوا لديارهم او حتى يمارسوا نشاطهم العادي كان لابد من تطبيق هالقرار فما زاد قرار قضائي كان لابد من تطبيقه هو احنا تو مبدئيا بدينا بازاله أو الاوساخ في تنظيف الشارع، فما معادلة هي بين المواطن اللي اغتصب حقه في ممارسة حياته العادية، وبين هذوكم اللي هما زاد حالة اجتماعية اللي لابد أن نلقاوهم حل. في الإطار هذا أنه بكري شوية كنا مع السيد الوالي وعملنا جلسة واستقبلناهم، عملنا معاهم جلسة وسمعنا سماحهم السيد الوالي وشفنا إذا كان فما إمكانية لحلول بديلة ولو تكون ظرفية. اما مش على حساب مواطنين اخرين ومش على حساب زاد جماليه المدينه ما نش باش نبقاو في الاطار الفوضوي هذاك ومناظر ما هي ولكن في نهايه الامر احنا حاولنا نضمن لهم حقوقهم زاد انه كي توفر له فضاء انه باش يخدم فيه بشكل منظم نولي نقولوا عليه لا ما هي نحن هي مجموعه المرشيين النصابه مجموعه المرشيين النصابه الناس كلها بطاله لا عندهم خدمه لا عندهم خدمه كان خدموا يعيشوا اولادهم كان ما خدموش ما يباتوا بلاش البلاصه اللي عطيها النصابه عطيت واحد وسبعين خذار الخذار عطينه زوز مترو سامحني عطينه زوز مترو كي يحط كاجوات وما ينجم يحط كيفاش يتحرك كيما قلت لك اليوم. دونك انتم تصوروه وتشوفوه لا في باركينج لا في العباد وين تمشي وتجي لا في وين تراك العباد ما فما حتى شيء وزيد هذا الكل فهمت من هنا لغاديكا كيفاش ينصب البشر واقف هكايا باش ينصب فهمني كيفاش يعمل فهمني والعباد ما تجيناش من اصله. فهمت لا فيه جزاره لا فيه توابليه لا فيه حواتر لا فيه حتى شيء فهمني وبلاصه مغصورة، فهمت كيف كيفاش نخدموا فيها هذا حضر لنا بلاصه يا خويا وسط البلاد تنمشيو ونحنا ما فما حتى اشكاليه مواطن عادي باش يوقف كرهبته باش يهبط ياخو شويه خضره شويه غلا صفار عليه ما ينجمش يوقف كرهبته كيما قالوا لك مي تروح حمايه مدنيه ستاسيون تاع ما فماش من يوقف كرهبته باش يعمل هذاك علاش ما ينجحش